مرحبا بكل مشاهدينا في حصتكم فكره وديكور. فكره وديكور اليوم راهي مازالت تكمل لكم لا ديكوراسيون تاع لي تابلو، ولا تعطيكم دي زاستوس باش تخدموا دي تابلو ديكوراتيف في المنزل تاعكم. ما كاش حاجه اللي تزين ان مور كيما جوست ان سامبل تابلو، سورتو لي تابلو بور لي شامبر دونفون. على بالي بلي كل الامهات تحب الطفل تاعها يكون مميز، وباش تميزو على كامل واش كاين راهو يتواجد في الاسواق تحب دير له ان توش ديكوراتيف ان بو سبيسيال، وسورتو لا خدمتها هي راح تعجبها بزاف، وحتى الطفل تاعها يكون فرحان بزاف. دونك اليوم فكره وديكور جابت لكم عدد جديد، ودائما مع لا ديكوراسيون تاع لي تابلو كيما قلت لكم جوست افيك دي ماتيريو تري سامبل. كيفاش نقدروا نخدموا دي تابلو ديكوراتيف تري سامبل بالاشياء اللي متواجده عندك في المنزل بوش تعرفي، جوست افيك دو لاكول، جوست افيك دي زوبجي دو ريكوبيراسيون تقدري تخدمي ان تابلو اللي تزيني به الغرفه تاع الاطفال تاعك ولا حتى الولد تاعك. دونك تبعي معايا وشوفي واش انا راح نديرو. هاوليك لو تابلو اللي قلت لكم عليه، كيما رانا نشوفوا لهنايا سي ان تابلو كي ريبريزونت ان ديسان انيمي، ولا كي ريبريزونت ان ديسان تري سامبل. حنا الاطفال تاعنا عندهم لي زيدول تاعهم، ولا عندهم لي ديسان انيمي اللي يشوفوهم في التلفازه اكسيتيرا، دونك ماذا بهم يكونوا معلقين يشوفوهم يفرحوا بهم بزاف. دونك هادوما سي دي زيكون تاع لي ديسان انيمي، راني درتهم اون فورم دو تابلو. هاوليك لو تابلو ايلي تري سامبل، ايلي في ا باز دو ريكوبيراسيون. بصح دوك نرفد هادو كامل ودوك نشوفو شنو هو الماتيريال نيسيسير باش نخدمو هاد لو تابلو. مشاهدينا راهو الماتيريال تاعي واجد باش نخدم ان كادو سبيسيال بور شامبر دونفون. واش نسحقو؟ نسحقو لاكول توجور، نسحقو المقص، ونسحقو ان اوبجي دو ريكوبيراسيون لي جو بونس كو توت لي مامون سورتو لي عندهم دي بيبي عندهم زياده في الدار. دونك واش يسحقو؟ يسحقو جوست دي تي شيرت، ولا كيما راني جبت اليوم لهنايا اون بوتيت غرونويير تاع ليتي. باسكو علاش؟ لي بوتي زونفون على بالنا بلي يتفنوا بزاف في لي ديكور تاع لي فاتمون تاعهم، دونك يديروا لهم دو تري جولي ديسان تري ريغولو افيك بوكو دو كولور وكلش. ميم ولا نحبوا حنايا نعاودو نروبرودوي سا افيك لو ديسان اون بورا جامي، حنا ما نقدروش نعاودو نخدمو ان ديسان كيما هذايا. دونك واش نقولها؟ نقولها ما تعاوديش ديسينيه، يسوفي جوست دو لو ريكوبيري الا ما تسحقيهش. وحنا لي زونفون دايما يكبروا بكري، دونك لي حوايج تاعهم توجور يقعدوا جدد. دونك واش نقولها؟ نقولها ال ريكوبير ان ولا دو وشدي لهم، elle va le transformer en tableau décoratif pour la chambre تاع les enfants. Où je sais que toutes les mamans يحبوا يخلوا des petits souvenirs تاع les enfants تاعهم، ما عليها غير elle récupère كيما قلت لكم un de ces vêtements. Donc هذا هو الماتيريال اللي نسحقوه اليوم. و bien sûr نسحقوا une planche très simple، donc une حطبه ولا qui fera office de tableau باش نعلقوا عليها هذا le vêtement هذايا. Donc je vais procéder à l'application. Donc نشوفوا واش نديروا. نحكم انايا لا بلانش تاعي نحطها لهنايا بور ميزوري شحال نسحق في لو تابلو تاعي. بيان سور جو في بروندر ان كونسيديراسيون لو ديسان، يعني لا بلانش تاعي كي نخيرها توجور نخيرها بارابور او فورما تاع لو ديسان تاعي. اي بيان سور بلوس لو ديسان اي بلو غران بلوس لا بلانش تاعي تكون كبيره، موان لو ديسان اي غران. دونك نخير اون بوتيت بلانش اللي نعلقها في لو مور ديالو، ولا نحطها جوست في لا تابل لا تابل دو نوي. دونك انايا ني جي بري لو ميزور مع الاول. دونك واش ندير؟ نفصل برك لو تي شيرت هذايا، نقطعو لو بوتي لا بيت غرونيير هادي، نحي لها لي ما يسحقهمش، فوالا. نزيد نحي لا بارتي تحتانية ما نسحقهاش، فوالا. نزيد نحي هاد لابارتي، يعني ناخد غير لو كوتي لي نسحقو برك، فوالا. ونزيد ان ميم طون جو في انلفي سيت بارتي لا. لي تيسو بيان سور يفو توجور شوازير دي تيسو ان كوتون تري امبورطون، دونك باسكو هما لي يقدرو يتعدو. اي اون بليس دو سا دونك هادي ني قطعتها ان بو بلوس. دونك ميم الى جاكم كيما حنا راكو تشوفوا لهنايا جاني شويه زياده، وشنو لافونتاج افيك لي تيسو اكستنسيبل؟ دونك واش ندير لهم؟ نجعدهم. دونك انايا ناخذو اي جو في جوست كولي ميتنون. نبدا من هنايا
La colle, comme d'habitude, ماشي شرط une colle assez spécifique. حنا نخدمو بهادية parce qu'elle est plus facile. تساعدنا. Mais نتوما خدمو avec une colle universelle. Le temps de séchage هو le plus important. يعني الوقت اللي تلصقو فيه هو اللي مهم بزاف. Voilà, je vous assure que cette idée, elle est très très simple et t'as du bzaf les enfants, surtout les mamans et tout. Je pense que toutes les mamans, elles ont gardé des petits souvenirs à là les enfants t'aham qui kanou bébé. Donc un uncle home, c'est l'occasion de profiter de cette idée. Et voilà, donc on est dans la deuxième partie. والأسواق تاعنا راهم توفرين avec des vêtements très jolis تاع les enfants surtout تاع les nouveau-nés. نقول لكم صدقوني خرجوا شابين بزاف. Voilà. Et voilà. Je n'ai qu'à tirer كيما راه نشوفوا tout à l'heure ما كانش يجي. يعني on va hop. Je la tire منايا ونزيد من هذا الكوتي ثاني كنجعدو باش ميم لو ديسان تاعنا كيفاش حيخرج ما يخرجناش مكرفس. يا قد ما اون تير سور لو ديسان قد ما لو ديسان تاعنا يجينا بيان بلا وما يخرجش مكرفس. انايا دوك نكمل لصقو فاصل ونعاود نولي لكم. مشاهدينا انا عاودت وليت لكم وراني كملت لو تابلو سبيسيال بور شامبر انفون ولا شامبر bébé qui est malade. Je vous fais le résultat qui fait chaque jour du com. Allez, comme vous récupérez les petits t-shirts ou les petites grenouillères des enfants ou les comme ou décorer les chambres d'enfants. D'accord, on haït tout le mahat, on haït toutes les mamans. D'ailleurs, les gens qui t'abonnent ou les petits enfants, on les on leur dit bienvenue comme ou les comme le mal et comme ou on se voit on se voit d'ailleurs fait cette affaire au décor. Battez les affaires d'accord, battez les même les idées les racontez leur. نقولكم نتلاقاو في المرة الجاية مع فكرة وديكور.